السلام عليكم، معكم لاميا بيوتي، مي دو مون فري نون اسمي الحقيقي لاميا عمروني. عندي 27 سنه، جو سوي ماكيوز بروفيسيونيل، فورماتريس اون ماكياج وبلوغوز ميك اب. بديت في المونتا ماكياج صافي واحد 3 سنين. بديت في الانستغرام ديالي، دونك كنت نماكي هكا لي كوزين تاعي لصحاباتي تو ونحط تصاورهم. اي بدا خدمتي بدات تعجب الناس، اي جي كومونسي بديت نطلع شويه شويه في لي زابوني، وبداو يجيو يسقسوني اسكو ماكيي اسكو ما ماكييش اسكو راني خدامه بروفيسيونيل ولا لا. علاش حبيت نولي ميك اب ارتيست؟ سا توجور ايتي ما باسيون، يعني ملي كنت صغيره وانا نحب هاد الدومين، وانا نحب الماكياج، نحب نلعب بالماكياج. ميم كي ما كنتش بروفيسيونيل، مي كنت نحب نستعمل تو سكي بانسو لي باليت هادوما. اي بعد مع الوقت قريت وديفلوبيت في قرايتي وخدمت وفير اون اجونس دو كوم، خدمت في لا كومونيكاسيون، ومن بعد كما يقول لك دور الدور تعاود وليت لا باسيون تاعي اللي هي الماكياج. تعلمت هذه الخدمه وتعلمتها من اليوتيوب على باز، من لي فيديو تاع يوتيوب. دونك كنت نشوف لي فيديو ونسي نعاود الخدمه سوغ لي موديل ديالي، ويعني هذه سي حاجه نحبها. دونك رفدت بالخف، تعلمت بالخف وبديت نخدم قبل ما ندير فورماسيون. تما ما كنتش بروفيسيونيل وبديت ديجا نخدم ونماكيي للناس، ومن بعد مع الوقت رحت للخارج ودرت دي فورماسيون في الخارج وهنا في الجزائر، ووليت الحمد لله كما يقولوا ماكيوز سيرتيفي. بديت هذا العام نمد دي فورماسيون، وليت فورماتريس اون ماكياج، يعني نعلم البنات كيفاش يولوا ميك اب ارتيست ولا مام رجال، باسكو هذا الدومين مفتوح للنساء والرجال. اي سي تالمو حاجه نحبها كو نحب يعني نبارطاجيها مع الناس. دونك ديكوفريت حاجه نحبها جديده اللي هي كيفاش نعلم لا باسيون ديالي. لا فام الجيريان دو نوجو، يعني نهضر على دوكا، جاب لها ربي تعطي اهميه بزاف ل لابارونس ديالها. يعني دوك مع الوقت ولا الماكياج، ما كاش اللي ما تعرفش الماكياج، بكري كانوا عفايس يعرفوا غير عفايس بازيك. دوكا الماكياج راه كاين بزاف انواع الماكياج، و جو ريماركي كو لا فام الجيريان في هذا الوقت تعطي اهميه كبيره للماكياج، وتحوس تفهم تماما اذا ماشي الدومين ديالها، ولا تحوس تفهم ونشوفوها مام يعني في لي فيديو سو انستغرام اي تو، راهم بلوز انتريسي يعني باغ لو ماكياج باغابوغ البكري. الحاجه اللي ولاو يدومونديوها بزاف واللي ما كانوش يدومونديوها افون، سي لا تكنيك تاع سموكي. وشنو هو سموكي؟ سموكي سي اون تكنيك اللي نديروها سور لي زيو، اللي اون فادير ماشي ناتشوريل، يبان فريمون بلي سي ان ماكياج شارجي. بكري ما كانوش يحبوه بزاف باسكو سا فوزي ترو، سا فوزي بزاف. مي دوكا جي رماركي كو دو بلوس ان بلوس راهم يجوني بنات، ميم سي با فورسيمون عرايس، مي يحبوا سموكي. لا توندونس في 2020 تاع الماكياج، جو ديري كو سي يقولوا الميك اب نو ميك اب، سيتادير اتر ماكيي بلا ما تباني ماكيي. ما باش اسكو سي كليغ كوم سا، مي اتر ماكيي فريمون بيان ماكيي، مي يعني اللوك تاعها ما يبانش، تبان بلي راهي ناتشوريل الوغ كو هي راهي ماكيي. فوالا وي ندير لي ماكياج العرايس، دايوغ سي كيما يقولوا ما سبيسياليتي، ماكي بزاف العرايس. اي ندير ميم دايوغ لي ديبلاسمون صال معاهم، نخدم شي موا ونخدم ا دوميسيل ولا اون ديبلاسمون صال. لي بري، الوغ لي بري نعطيك يعني اون ترونش ما بين وبين، نقدر نقول لك سي ما بين 800,000 مليون و 500، كل وحده شحال تحسب. مي يعني دو نو جور هاد الايام تاني نشوف باللي كاين بزاف دي ماكيوز راهم يضربوا للراس، اي سا جو تروف با سا بيان، باسكو يعني ان طونك بروفيسيونيل نقدر نقول لكم باللي ماكياج ماغيي ما يتكلفش كثر مليون و 500. فوالا تيليشارجي لابليكاسيون دو تويت، تيليشارجي الويتشر كيم ديالك كان جيزي، سيرفي في النار كيما بغيتو بروفيتي، تيليشارجي تطبيق جيزي شيكي، اربح للجيجا وبزاف هدايا.